طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الله يخليك جوانب طرق النعاد والدشداشة البيضة، شوفهم الآن امبراطوريات. عن من تتحدث أنت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية، إحنا وين رايحين؟ أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول مواقف وتباين ما بين القوى السياسية والأحزاب والميليشيات بخصوص العقوبات الأمريكية على إيران. طبعا اختلفت ردود الأفعال في الداخل العراقي بشأن العقوبات الأمريكية التي فرضت أخيرا على إيران، ما بين الرفض والقبول والنأي بالنفس والتحذير. يعني تقاطعت الكتل السياسية والحكومية بشأن طهران المتهمة بالتدخل في شؤون العراق ودعم جهات وأحزاب سياسية عراقية على حساب أخرى. رئيس الحكومة حيدر العبادي أعلن وقوف العراق ضد العقوبات، كما قال ضد العقوبات على إيران، وأكد بأن العقوبات الاقتصادية على الدول لا تضعف الأنظمة بل تضعف الشعوب، ولا تجوز معاقبة شعب كامل وتجويعه بسبب عمل سياسي، كما قال حيدر العبادي. حيدر العبادي أضاف بأننا لا نتفاعل ولا نتعاطف مع العقوبات الاقتصادية ضد إيران وهي غير صحيحة، واستدرك بالقول لكننا سنلتزم بها لأننا لا نريد أن نعرض مصالح العراقيين للخطر، وتابع نقف مع المظلومين والمستضعفين، ولكن شعبنا أيضا يحتاج أن نقف معه لا أن نقف مع المستضعفين وننسى شعبنا، كما قال. خلونا نأخذ مقطع لرئيس الحكومة حيدر العبادي يتحدث فيه عن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران، ونعود لاستكمال الموضوع. لا لا، ما نتفاعل، التفاعل ما نتفاعل، أحكيها بصراحة. نلتزم نعم، السبب بسيط، دول أكبر من عندنا تلتزم، لأن بالأخير أنت تخسر. يعني مرة أني ما راضي عليها، بس كوني ما راضي عليها لا راح أقدم لك خدمة وأذي نفسي، وهذا غير مقبولة. بالأخير أنه هل أنا كرئيس وزراء العراق يعني يجوز لي أن أعرض مصالح المواطنين العراقيين للضرر؟ لأن فقط أريد أوقف موقف هالشكل مبدأ. أنا أعلنت موقف الآن، إحنا ما نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل وياها بصراحة، ولا أيضا نعتبرها صحيحة، نعتبرها خطأ جوهري واستراتيجي، بس نلتزم لحماية شعبنا الضرر. قل لا نتفاعل ولكن نلتزم مع الجانب الأمريكي في العقوبات الأمريكية على إيران. طبعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عقد اجتماع مع السفير الإيراني في بغداد إرج مسجدي، وبحث معه ملفات عدة من بينها العقوبات. أكد بأن ما صدر من عقوبات أمريكية كما قال البيان على الجار إيران بعد يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. أعلن رفضنا واستنكرنا العقوبات وكل عقوبات أحادية، ودعا المالكي الشعوب والحكومات كما قال في البيان إلى رفض العقوبات، وشدد بالأمس القريب عرضنا العقوبات التي فرضت على سوريا، واليوم نرفضها ضد إيران. دعا الحكومة إلى أن لا تكون طرفا في هذه العقوبات، كما دعا حكومات العالم والمنظمات الإنسانية كما جاء في البيان إلى إيقاف تلك الإجراءات العقابية ضد الشعب الإيراني الصديق، كما جاء في البيان بيان نوري المالكي. وأضاف سرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات وما يترتب عليها من وضع إنساني وحقوقي مأساوي. كذلك دعت رئيسة حركة إرادة حنان الفتلاوي، دعت الحكومة إلى عدم التعاطي مع العقوبات الأمريكية، وقالت في بيان صحفي بأن العقوبات الأمريكية الظالمة كما وصفتها التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشعب الإيراني سيعاني منها الشعب الإيراني كما عانى منها الشعب العراقي سابقا في التسعينيات من القرن الماضي. وشددت الفتلاوي
على أننا ومن منطلق حسن الجوار ندعو الحكومة لا تتعاطى مع هذه العقوبات، وأن تتذكر أن أول من وقف مع العراق في حربه ضد داعش هي إيران، ودعت كذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل. نريد أن نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، تباين في المواقف. حيدر العبادي يقول: لا نتفاعل ولكن سنلتزم بالعقوبات الأمريكية، كيف نستطيع تفسير هذا الأمر؟ واجتماع نور المالكي مع السفير الإيراني في بغداد يرج مسجدي، وكذلك هناك اتهامات البارحة أحد يعني تابعين إلى فصائل الحشد الشعبي، يعني وصف حيدر العبادي بأنه من جيش يزيد وإلى آخره في أحد اللقاءات التلفزيونية. معنا اتصال محمد من هولندا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. يا هلا بك. أولا هم اللي جابوا داعش هم إيران حتى يتقمون لأهل السنة على أنهم يدافعوا عن إيران، ولو هذا مو موضوعنا. بالنسبة للعقوبات على إيران راح تأذي منها الشعب العراقي. نعم. هي هيك فلوسنا رايحة لإيران، يعني حتى الهواء اللي يستورد من إيران. يعني كل شيء يستورد من إيران. وكل بضاعتهم هي يعني فاسدة، سواء بالفواكه أو يعني فالمتضرر الوحيد هم بتعرف الشعب العراقي. نعم. يعني فلوسنا كلها تروح لإيران وحزب الله. حتى الـ CIA يعتقد قبل فترة 14 جابوا وصولات إنه فلوسنا رايحة لحزب الله لبنان. يعني مستويها. فالمتضرر أنا برأيي هو الشعب العراقي واللي يحكمون هم ويا إيران. أما العبادي فهو لا حول ولا قوة إليه، يعني هو قال شيء بسيط. نعم. بس اعتبره من شرف، يعني هذا اعتبره من العبادي تحسن يعني. نعم. اعتبر إنه هاي آخر أيام مصدر عن شكلون دولة حاليا. نعم. شكل الحكومة يعني الجديدة. برأيك هل تستطيع الحكومة الالتزام بهذه العقوبات؟ أنت مثل ما أشرت بأنه هناك الكثير تستورد الحكومة من إيران، يعني حتى الكهرباء، حتى هناك مسألة الوقود، البنزين، الغاز إلى آخره، هاي بعدين تجي المواد الغذائية. هل تستطيع الحكومة مع الضغوط والنفوذ الإيراني اللي موجود في العراق، هل تستطيع حكومة حيدر العبادي الالتزام بهذه العقوبات؟ أكيد لا. البلد محتل عمر حبيبي قشم نفسنا. أكيد لا. الحكومة لا حول ولا قوة إليها. السفير الإيراني السفيه هو اللي يحكم حاليا، بالدليل كل الكتاب ده تروح له تاخذ شورى. هو طبعا يشبه العباد بالشكل. فإيران محتل العراق ما يقدرون يعني يسوون شيء، دولة قطيع يعني قطع شطرنج، بس واحد منهم يتنفس غيرونه، يعني شيء واقع موجود اخر مرة. ما يقدرون دولة لا حول ولا قوة إليهم. نعم. ضعفاء اخر مرة. تحياتي لك ومشاهدين. شكرا شكرا محمد من هولندا. معنا اتصال ابو علي من كربلاء، تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليكم، الله يبارك لكم ان شاء الله. يا اهلا. اللهم احفظ العراق واهله. امين. واحفظ كلمتهم، الف بين قلوبهم. آمين. حبيبي استاذ عمر، مو مشكله، خلي يقولون الشعب العراقي يفكرون به. ايام الحصار هم اعترفوا، المجيد الخوئي، احمد الشلبي، شاه بندر، كلهم ذول كانوا يتوسلون بالامريكان والبريطانيين ان يضيقون الخناق على الشعب العراقي. هذا كان ما كان شعب عراقي ولا كانوا. وانا احب عندي معلومه، يعني نور المالكي هو طبعا مو عراقي الاصل، تحياتي اجلال وكرام، تحيه اجلال وكرام للقبيله العربيه الاصيله بني مالك. هذا مو عراقي اصلا، ايراني ومعروف تاريخه من ايام سوريا، وانا عارفه يعني رجال مو عراقي. ولهذا الشوف دول ما يفكرون بالعراقي، وحتى اللي اصولهم عراقيه يفكرون بس باسياتهم. كل العراقيين ما اتحضد مع اي انسان، مع اي شعب، بس دول ما يفكرون بالعراق. استاذ عمر ما يفكرون بالعراق، ما يهتموا للعراق. انت لو شوف امام جمعه الطهران ذيك الاسبوع الفايته يقول ذول المتظاهرين أوغاد أرذال خرجوا على إمام ويجب قتلهم. زين أنت شعليك أنت؟ يعني المسألة الحكومة العراقية مو عراقية، اسمها عراقية. يعني قاعد تعال تفضل شوف البترول قاعد يستمر من 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 غير البصرة، والموانئ قاعد تشتغل الإيران، شفت بعيني ما حد قال لي. بعدين الاختص من يقدر يلزم قدامهم؟
وبعدين كل واحد قاعد يعني يصرح مثل قيس الخزعلي للاسف للاسف لموقف حيدر العبادي اتجاه ايران، يعني وكانه احنا ما يعني تبع ديل هم مديونين الايرانيين ما يفكرون بالعراق استاذ عمر. شوف الاسلوب اللي استهزاء بالشعب العراقي، وانا نوه للمتظاهرين هالايام مثل عهد وغير عهد، ذني بعد 20 يوم من السكوت اللي كانوا يحشون على المتظاهرين حتى لو يتابعون للمظاهرين لان المرجعيه وما اعرف شنو، فدير بالكم لا يقشمروكم هم ما يفكرون بكم ولاهم مو للعراق وسبب دمار العراق وضياع العراق هالميليشيات لعده اسباب. اولا هيبه الجيش العراقي ما عنده هيبه، اي واحد ذاك له هشام دبالي او ذاك المالكي او اي واحد من عنده حزب شوف راسه يروح يسافر لاي دوله ويحكي بكابر باسم العراق، والعراق ما صار له رئيس، صار له 50 رئيس و50 حزب. زين ابو علي ابو علي اريد اسالك سؤال ابو علي، شلون راح تقدر حكومة حيدر العبادي توازن بين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي؟ يعني دونالد ترامب يعني قال إنه سوف يتم فرض عقوبات شديدة على كل من يتعامل مع إيران، شلون راح تقدر الحكومة ببغداد توازن بين هذا الأمر؟ برأيك أستاذ عمر، اولا ايران اقوى من على الارض الواقع، احنا نكون واقعيين نعم اقوى من امريكا في العراق، واذا ما ماشى ما يقدر يوازن مو كيفه، لازم يروح لايران، اذا ما راح لايران حتى يقتلوه ما يبقى والله، ليش؟ لان الارض العراق بيد ايران وش اسمه امريكا تتصرف عنها، فاكو مصالح اللي يصور اكو هناك عداء ما بين امريكا وايران هو ما يعرف شنو، انا باعتقادي يعني حسب معلوماتي اكو خلاف على مصالح استاذ عمر، اكو بد مخالف يعني خلاف على تريد تبقى. اولا ايران فايده امريكا واسرائيل وكل العالم، ليش؟ قاعد امريكا قاعد تبتز من البلدان العربيه وعلى راسها الخليج وياخذون من عتها باسم من بخوفوها بايران، اذا ما تطين كذا اذا سوى هذا فماكو فايده للعراق. وبعدين انا اتعجب حتى هذا المحافظ مع البصره يجعل الكويت ودت لك انت ما عندك كهرباء ودتك مستخدم، اليوم لو واحد يجيب لك اكل وانت ما تعجبك تاخذها وتشكر من عندك، يعني انا ما عندنا احنا مشكلتنا مشكله ايران يا معودين، والله مشكلتنا مصائب ايران احنا حسوا، ليش ما عندنا؟ كون عندك علاقه بايران ما نقول لك لا، بس كون يعني متباينه إلك ولي لي، روح صرف على كل العالم ما عدا إسرائيل، ولكن أنت مو الطرف وأنت مو ذا اللي تبع يصرح وزير الدفاع يقول إذا يجي رئيس وزراء لازم يكون جندي قاسم سليماني، حسوا كمان أنا عمكم أخوكم خادمكم، أجد بإيران وأعرف وأجد اللغة الفارسية وأعرف شنو إيران، ما تفكر بعد ما تعتبرك أنت العربي، والله لو السنة كان صرنا مثل الأهواز تفضل الأهواز يخلونا بجلة بلوكات يذبونا بالنهار، حسوا لا تفكرون انه يجي واحد يتصل بيه هنا يتصل ويقول والله ايران حزام المسلمين وانا نحب ايران لانه شيعة وعكوا علينا كلاوات هاي، والله يا جماعة الخير وما يرفض القول الا لديه رقيب عديد، انا امر بهذا الشيء واشكرك عمي سامحني. ابو علي من كربلاء كان معنا ابو حسين من واسط، تفضل ابو حسين. السلام عليكم سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. استاذ اريد ارد على ابو علي من كربلاء. نعم. اولا داعش ترامب نفسه قال جابها اوباما والمملكه العربيه السعوديه باعتراف ترامب، ها هو ايه. نعم ابو حسين علاء من الديوانيه، تفضل علاء. السلام عليكم استاذ عمر. السلام ورحمه الله، حياك الله. الله يحفظك، انا اشكرك واشكر العاملين بقناة الرافدين واشكرك استاذ عمر. يا هلا بيك، حياك الله، تفضل. رحم الله والديك، طبعا الحكي هواي ومثل ما تقول الكلام ضد السيد العبادي، بالنسبه للسيد العبادي اللي يحترض ويقول ويصرح عن طريق العقوبات على ايران، يعني هو ما يلتفت الشعب، ما يلتفت الشعب ويحكي بالداخل، ايش عليه بالدول الخارجيه؟ ايش عليه بايران؟ يعني ايران شنو ايران؟ ايران يعني ليش صاير سند الايران
ومع الاسف خايف الشعب العراقي وبالذات احنا اهل الجنوب اللي لا مي لا كهرباء. يعني بشرفك هسه بهذا الحر اللاهب كهرباء ماكو، تجي لها ساعتين بساعتين، احنا بخصوص منطقه الديوانيه هنا ساعتين بساعتين. ليش يعني؟ السبب شنو؟ ما ينظر الشعب لهاي الارامي لهاي الايتام الناس الجوعانه ميته جوع. اسمعني استاذ عمر. اسمعك. يعني ايران شنو ايران؟ ليش ايران؟ يجي وقال ايران، يعني كودن كانوا عايشين بايران؟ يعني ايران كانت تصدق عليهم؟ هسا عرفوا ايران هم هي سوت بينا ايران، 8 سنوات الحرب العراقيه الايرانيه سوت بينا مو دمرت، شفنا الظلم الظلايم من عند ايران. يعني شنو خلفته ايران بقلب الشعب العراقي؟ وهسا لحين ايران لهنا والعقوبات. زين نقطة أخرى ولو هذا مو موضوع، يعني منتجات هسا ما عندهم غير المنتجات الإيرانية الفاشلة الفاشلة التعبانة. ماكو يعني ما يتعاملون دولة عظمى، احنا بالنسبة لنا بلد يتعامل ويا أكبر دولة بالعالم بالنسبة لاقتصادنا ونفطنا وخيراتنا، يعني ما يتعاملون بس ويا المنافذ الحدودية الإيرانية، ليش ما يتعامل ويا هاي السعودية مقابلنا؟ شبيه السعودية سوت بينا؟ هسا من أحكي اكو ناس يجوز ما تقبل عليها تقول السعودية، شبيه السعودية دولة خليجية زين حالة حال باقي الدول البحرين وقطر يعني ليش ما يتعاملون وياها ويا البحرين ويا قطر ويا دول الخليج؟ ليش ما يتعاملون وياها بالمنتجات؟ يعني جايبين الرقية التعبانة المرققة هذا المواد الغذائية الفاسدة عبر الحدود العراقية الإيرانية، يعني ليش؟ هي هتشي هاي المنظومة الآلية للدولة؟ ما يصير عم والله ما يصير، بس شو نحكي وش نقول؟ زين احنا شعب ما عندنا غير بس الله. هاي الدولة مللتنا، هاي الحكومة تعبتنا، والله العظيم تعبتنا. يعني ارجو انا هسه ارجو من الحضارات الغربية كون تثور ويانا، قوتنا للغربية. كون تثور ويانا على هاي الحكومة التعبانة. تسمعني وياي استاذ عمر؟ نعم اسمعك واضح. يعني اطلب من اخواننا الغربية هم ويا يضمون صوتهم لصوت الشعب العراقي لصوت الجنوب المظلوم من قبل هاي الحكومة. وهاي الاحزاب يعني ليش شيء مردونا مرض والله واذونا وتعبونا لا كهرباء لا مي لا يعني خدمات ماكو تعبانه لا شوارع لا يعني شيء الحكومه ايش قدمت لنا؟ اشوف من 2003 لحد الان يعني ها صار 16 سنه شنو قدمت الحكومه للشعب العراقي والنوب؟ هسه دخلي يشوف الشعب ويشوف المنظومه الداخليه وبعدين خلي يعبر ويصوت ضد ايران وغير ايران. ايران حطت بكيسنا من ذاك اليوم لهاليوم، من 88 انا بالنسبه لي عمري 6 سنوات لحد الان، شنو الفائده؟ طرق الدمار والخياسه هي قاطع الكهرباء والماء علينا. يعني عندك علم هسه شط دجله زين ما بي شط منتهي نوب، يعني المحافظات الكوت هسه تشكي من المياه ماكو. عندك السماوة تقول الديوانيه اخذت حصتي، والحله تقول الديوانيه اخذت حصتي، والحله يعني محافظه بيناتنا هسه احنا راح على شغله المياه. وحده تقول اخذت حصه الثانيه، ديوانيه تقول اخذت حصتنا الحله. والسيرناتور السماوة تقول اخذتنا حصتنا الديوانيه وهكذا. يعني خلانا شعب بيناتنا متكاونين بيناتنا. زين لولا. زين على اليوم واشكرك اني وارجو نعم. يوم الميليشيات زعلانة على حيدر العبادي لأن قال راح نلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران ولا نتفاعل معها كما قال. اليوم الميليشيات المرتبطة بإيران زعلانة على حيدر العبادي وقالت لأنه يجب رد الجميل الإيراني على العراق. شنو رأيك بهذا الكلام؟ يعني هو بالنسبة له هو حكومتنا صنيعة إيرانية، نحكي الصراحة احنا حكومتنا صنيعة إيرانية طبعا، لان هم خلتهم ايران تصرف بهم ايران. زين ثاني وبعدها الميليشيات كلها مولتها ايران، شيء معروف هذا حتى الطفل يعرفه استاذ عمر. نعم. مع احترامات الاسم حتى الطفل اكو واحد ما يعرفه؟ اكو عراقي ما يعرف؟ نعم. هم صنيعه ايرانيه حكومتنا واحزابنا ودولتنا. ومع الاسف وانا ارجو على الاطاله واشكرك استاذ عمر. شكرا. واشكر الساده العاملين بقناه الرافدين. شكرا على من الديوانيه كان معنا اتصال ابو محمد من السعوديه، تفضل ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا هالحين هذول اللي يسمعون صوتك غير واضح ابو محمد. ابو محمد صوتك غير واضح. الو. تفضل. الو. تفضل. واضح؟ تفضل. واضح؟ تفضل ابو محمد. انا اقول
السيستاني هذا شخص مرتشي، وشلون يسمعون كلام المرجعية؟ لخطر إذا قال شيء قاموا يقتلون الناس. هذا ما هو رسول، ما هو رسول، هذا شخص مرتشي. ما نقبل بالتجاوز أبو محمد أرجوك. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمح لي أولا أترحم على الشهداء، الله يرحمكم ويحسن إليكم ويتقبلكم مع الصديقين والشهداء أيها الأبطال الشجعان. آمين يا رب. أمركم عشان يبنى كرامة في وسط الدول، وندعو الله عز وجل بالشفاء لإخواتنا الجرحى والإفراج لأسرى الحرية والعزة والشرف. أما يا سيدي العصابة الاستعمار والمعتوه المختل عقليا المجنون حيدر المجنون المختل عقليا، ده لا رئيس حكومة ولا رئيس حكومة ولا بيحكم أصلا، دي عصابة استعمار فبيستخدموه. أما يا سيدي بالنسبة إن هو هيقف مع إيران ضد أمريكا، ده كذاب ابن كذاب. خلينا بكل صراحة، هو لا يملك من أمره شيء، ده مجرد أداة في إيد الاستعمار. جابوا عصابة قالوا لها امسكي يا عصابة. انقطع الاتصال مع مصطفى السيد من مصر. أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. في سياق تباين الأطراف الموجودة داخل العراق، يعني كما سألنا المتصل علاء من الديوانية، فصائل ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران طالبت الحكومة إلى ما أسمته رد الجميل الإيراني على العراق. يعني كتلة ميليشيا العصائف في بيان صحفي قالت بأن آن الأوان للحكومة في العراق أن ترد الجميل للجمهورية الإسلامية الإيرانية كما قالت، وتقف موقفا مبدئيا وشجاعا تجاه العقوبات الاقتصادية، وأن تبتعد عن الغزل مع من كان سببا في تدمير العراق، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. البيان أكد بأنه يتوجب على الحكومة في العراق من باب الوفاء أن يكون لها موقف شجاع لمساندة الشعب الإيراني الذي قدم الأرواح كما جاء في البيان والمال والسلاح في محنة العراق بدخول داعش، وكان موقفا مشرفا كما قالت، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي وقفت موقفا سلبيا وتخلت عن العراق، بل تسببت في دمار العراق. لا أعرف من كان يعمل غطاء الجو في ذلك الوقت. أضاف بأن المنطق اليوم يحكم في بيان العصائب، يحكم في أن نقف مع من كان معنا في خندق واحد للحفاظ على العراق والعراقيين، لا أن نصدر تصريحات تغازل من وقف معنا موقفا سلبيا كالولايات المتحدة الأمريكية. وشدد البيان على أن الواجب الأخلاقي كما وصفه يحتم على الحكومة أن تقف بالضد مع العقوبات الأمريكية، وتختلف وجهات كما أشرنا نظر الكتل السياسية وتعاطيها مع إيران ذات النفوذ الكبير في العراق، فعلى عكس أحزاب السلطة المدعومة إيرانية تدعو كتل أخرى الحكومة إلى النأي بالنفس عن كل القضايا التي لا تخص العراق. قيادي في تحالف القرار تحدث لصحيفة العربي الجديد بأن مواقف إيران في العراق معروفة لدى الجميع، فقد دعمت الإرهاب فيه ودعمت الميليشيات المسلحة ونفذت أعمال قتل وتهجير وإبادة وضخت أموال كبيرة لتمويل بعض الأحزاب التي خربت البلاد، وليس لديها أي موقف جيد مع العراق. القيادي أكد بأنه مع كل تلك المواقف السلبية ندعو الحكومة لأن لا يكون لها موقف مغاير عن المواقف في المنطقة والتي تعاني من التدخلات الإيرانية،
وألا تقف مع إيران وترفض العقوبات، شدد على أنه يجب على الحكومة أن تتجنب التدخل في هذا الملف وأن تجنب زج العراق في ملفات لا طائل منها، وأن تعمل لخدمة الشعب بعيدا عن كل الجهات الخارجية. انعكاسات العقوبات الأمريكية على العراق بما أنه حكومة أو الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 ولغاية الآن قامت ب يعني جعل المنتج الإيراني هو في المرتبة الأولى من ناحية المواد الغذائية الاستهلاكية، استيراد الوقود، الغاز، الكهرباء، استيراد السيارات. هذا سوف يكون له انعكاس، سوف يكون له انعكاس على الاقتصاد العراقي المتضرر أصلا بسبب الفساد في العملية السياسية منذ العام 2003 ولغاية الآن. الأيام القادمة سوف يعني توضح لنا ما هي الانعكاسات الفعلية لهذه العقوبات على العراق. موضوع آخر أعزائي المشاهدين، موضوع ما جاء ببيان لوزارة الداخلية في العراق يوم أمس من تحرير المواطنين المختطفين والذين ينتمون إلى عشيرة خزرج خلال عملية أمنية نوعية بإشراف مباشر كما جاء في البيان من قاسم الأعرجي. طبعا قوة مكونة من وزارة الداخلية نفذت فجر يوم أمس عملية أمنية نوعية كما جاء في البيان، تمكنت خلالها من تحرير المواطنين المختطفين والذين ينتمون إلى عشيرة خزرج في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين. معنا اتصال قبل ما ندخل الموضوع الثاني. أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، كلام حيدر العبادي نتفاعل مع العقوبات، لا نتفاعل يعني مع إيران، نتفاعل معها ونلتزم بالعقوبات. هذا الكلام طبعا كلام أشبه بالنفاق صراحة. هو خايف، ضايق، هو يخاف يقولوه، لأن هو يعرف تاريخ المجوس شلونهم بعد ما انكسرت امبراطورية كلها قتل وخيانة، يعني قتلوا سيدنا عمر، قتلوا سيدنا عثمان، وسيدنا علي، والحسن والحسين، كلهم قتلهم. هم يعرفون، واحد يعرف الله، واحد خام الله. فهذا يذكرني كلام حيدر بمسألة الحسين رضي الله عنه من أجل الكوفة. أهل الكوفة قالوا له، شيعة الكوفة قالوا له، قلوبنا منك وسيوفنا عليك. يعني هم كاكلين تريد ما تريد زين. أما هذول اللي يغردون العصابات مثل نوري وحنان، أجل لكم الله، يعني أتفه الناس زين، وأتفه الناس عندما يدافعون عن إيران زين. أنت تعرفون كل الجيل إيران 15 سنة دمرت العراق، بس يقول لك إحنا هوانا حيدر العبادي من شيعة بريطانيا. أنا ذكرتها قبل سنة ونص، حتى أستاذ أفل قال لي تخصم من شيعة بريطانيا، من أتباع بريطانيا سياسيين، هو ما يهتم للمسائل العقائدية. هذول من شيعة إيران، هذول يهتمون للمسائل العقائدية. حتى هاي العصابات الميليشياوية ماكو اللي تهتم بالإيران. زين، أنت يطلع بعض المنافقين على بعض القنوات يقولون هذا يذكرنا بالحصار المفروض على العراق، على العراق. شوف المنافقين، كان الأمم المتحدة قررت إعطاء فرصة للعراق أن يستورد من الأردن. زين، أنت هسه عندك الكويت، السعودية، عندك الأردن، عندك تركيا، ليش إلا من إيران؟ ليش إلا من إيران؟ عندك الأجواء مفتوحة والمطارات مفتوحة، تقدر تجيب. بس أنا ناشد المملكة العربية السعودية والكويت والأردن وتركيا أن يوصلهم هذا الكلام. يعني قدر الإمكان تقدرون تساعدون، يعني الأسعار ما تكون الأرباح ثقيلة على الشعب العراقي، بحيث توصل البضاعة، أعظم بضاعة توصل للعراق وبأسعار رخيصة تناقش البضاعة الإيرانية، تدمرها للبضاعة الإيرانية. أستاذ، هذا اللي أريد توصله الرسالة، هذا الرسالة. واحذروا المنافقين، احذروا المنافقين هذولا. ألو، نعم أسمعك أبو عمر. وياك زين أبو عمر. زين أستاذ، نعم. يعني إيش راح تقدر تسوي إيران بالعراق من هذه العقوبات؟ شنو مثلا تقدر تسوي في العراق حتى تخفف الضرر من العقوبات؟ تهريب، تقوم يعني دفع منتجاتها عن طريق العراق، عن طريق التهريب، شو راح تسوي برايك؟
استاذ ايران ما تقدر تسوي كل شيء، الله وكيله. طابع الشلل الرباعي ماكو، الشلل الرباعي اصاب ايران، انتهت ايران، لان عندك الشركات اللي تقوم تحويل الاموال هذه عليها حصار من قبل البنك المركزي العراقي بيد امريكا، مو بيد حيدر ولا غير حيدر، هذا كله كذب. حيدر متحدث باسم السفير الامريكي اللي هو اللي قرر هذا صراحه. وانا احيي خلي يسمعوني كلهم، خلي يقولون هذا خاين وعميل. حيث سماحة السيد القائد آية الله العظمى دونالد ترامب دام أقول له فريد، هذا الحصار اللي سواه على إيران، هاي إيران اللي لعبت بينا لعب زين. سيدنا عمر قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هم لا مراجعهم وسياسيهم هذول كلهم الكفرة قالوا متى حررت الناس يا عمر وقد ولدتهم أمهاتهم عبيدا ان انت جاي تحررهم يا عمر؟ مستحيل. لا عمر يبقى يعني ابو عمر يعني حرره. ترامب من فرض هذه العقوبات على ايران يعني باشر تصير صفقه سياسيه ويقعدون سويه ويرفع العقوبات. شنو الضرر بهذا الامر؟ القرار يعني ليش احنا نجي نعظم ونمجد بترامب وغير ترامب؟ اسمح لي، احنا عندنا سنه نبويه، احنا ما عندنا شعارات، احنا ما عندنا لا شعارات دينيه ولا وطنيه ولا قوميه، احنا عندنا سنه نبويه. شلون بالله فهمنا؟ احنا عندنا استاذ عمر الله يخليك، احنا عندنا سنه نبويه. ماشي شو تقول؟ غير تفهمني شو تقول؟ وعندنا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، انت لو ترجع له انا ذكرته قبل سنه وست اشهر، يذكر محمد عصام، يذكر ابن الصقر، يذكر بهجه الكردي. شنو هو بس فهمنا؟ بالحديث ماذا يقول؟ يقول يحاصر العراق من قبل الروم. حصر العراق له لا 13 سنة، حصر العراق له لا من قبل الروم. هم ما كانت اكو امريكا، ما كانت اكو اوروبا، بريطانيا وفرنسا وغيرها وغيرها، كان يسموها الروم. قال ثم تحاصر الشام من قبل العجم. أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يا حضرتك وقناة الرافدين. شو الصوت ناصي؟ عيني أستاذ عمر تسمعني؟ إيه هسه أفضل، نعم تفضل. أستاذ عمر يعني بالعالم اهتمت بالعراق مثل إيران، يعني هاي حقيقة لازم واحد ما ينكرها. واهتمام إيران بالعراق هو من خلال إدخالها للمخدرات ورعايتها للدعارة جلكم الله، وفتح حمقات زواج المتعة، وتأسيسها للميليشيات اللي تفتك بالشعب العراقي. فليجل هذا العصائب تريد رد الجميل لإيران. ومن ناحية العراق يعني ما راح تتأثر إيران بأي عقوبات، طبعا من غير الممكن يقبل المسؤولين والحكومة العراقية أن تتنفذ العقوبات ضدهم، لأن هم بالأصل إيرانيين. وتصريح العبادي كاذب، يعني مستحيل راح يلتزم. هسه دمروا كل شيء بالعراق هاي الحكومة العراقية، الزراعة شبه من معدومة، الصناعة معدومة، وكل اللي دا يدخل من إيران مواد زراعية وغذائية والصناعة الإيرانية حاضرة بشدة بالعراق، بعد أن أهملت طبعا الحكومة العراقية الصناعة العراقية. يعني 12 مليار دولار صادرات إيران إلى العراق. يعني معقولة إيران راح بسبب هذه العقوبات راح تتنازل عن هذه المنتجات صادراتها إلى العراق إلى دولة أخرى؟ يعني 12 مليار دولار مستحيل أستاذ عمر. يعني كل الشعب العراقي يعرف، وكل العالم أنا متأكد أنه يعرف بأن العراق ما راح يلتزم، ومستحيل العبادي يلتزم، ومجرد التصريح ماله هو الاستهلاك الإعلامي. يعني ليش هسه يعني هي الحكومة العراقية والأحزاب المتأسلمة وسبعة في سبعة وقيس الخزعلي وغيرهم يدافعون عن إيران وما قابلين عن الحصار اللي انفرض عليها، وهم نفسهم كانوا يحرضون على فرض الحصار على شعب العراق؟ لاحظ يعني خستهم ونذالتهم، كل يوم يثبتون بأنهم تابعين لإيران مو للعراق، وولائهم كله لإيران. أستاذ عمر، قاسم سليماني طبعا مقيم بالعراق وهو يسير أمور الحكومة وخزينة الدولة تحت تصرفه، يتصرف بها براحته. هسه تلقي ملايين الدولارات تدفق على إيران من قبل الحكومة والساسة الفاسدين، وراح يبقون أذيال لإيران، وهم دا يشوفون ودا يسمعون الشعب العراقي بكل التظاهرات يهتف بإخراج الإيرانيين من العراق. وليش ما قالوا الإيران أنتوا ليش قطعتوا الكهرباء والماء عن العراق، وأنتوا تعتبرون العراق محافظة من محافظاتكم محافظات إيران؟
يعني هسه المطلوب من الشعب العراقي هو كان المفروض من البداية مو هسه، لكن هسه المطلوب مقاطعة كل ما يدخل للعراق من إيران. يعني كل دول العالم تندد بتدخل إيران بالدول العربية والإسلامية، وماكو دولة تدخلت بها إيران إلا زرعوا بها الطائفية والمخدرات والفرقة بين شعارها. وتصريح الاعتبادي مثل ما قلت لحضرتك بتنفيذ العقوبات هو مجرد استهلاك إعلامي، وراح نشوف شلون راح يتعاملون مع إيران بالخفاء. بس أقول لعنة الله وملائكته وكتبه ورسل على إيران وعلى كل من يؤيد أو يدافع عن إيران. أبو ناصر من تركيا كان معنا. مصطفى السيد من مصر يعاود الاتصال، تفضل مصطفى. أيوة السلام عليكم يا أستاذ عمر، أنا بعتذر جدا على قطع الاتصال. أهلا بك، تفضل. سيدة بالنسبة لعصابة الاستعمار، عصابة الاستعمار لا تقف مع إيران، ده فيلم معمول على الشعوب، فيلم معمول على الشعوب. أول حاجة أمريكا لا تضرب إيران ولا هتحاصر إيران، هيطلع الفلوس من تحت السيطرة في الخلف، وفيلم معمول لقتل الشعب الشعوب العربية والشعب الإيراني. والشعب الإيراني أترك هذا القصة، ما الشعب الإيراني خارج في الشارع بيعمل إيه؟ الشعب الإيراني عارف إن فيه كماشة معمولة على الشعوب العربية وعليه من قبل الأنظمة، كل الأنظمة مشتركة في اللعبة. هدفهم إيه؟ قتل الشعوب، تدمير الشعوب، تخلف الشعوب، نهب الثروات، كله بيصب في مصلحة من حضرتك ومصلحة الكيان الصهيوني المجرم الإرهابي والأمريكان الإرهابيين أعداء الإنسانية القاتلة. فيا سيدي دي الحكومة ولا هنعترف بيها، والله لو قعدنا اليوم الساعة، والله لو قعدنا اليوم الساعة وعلمنا أبنائنا دي عصابة حضرتك، زي نعترفوا بيها، زي نقول حكومة أساسا دي عصابة. فحضرتك أنا لو بيخرج مني بعد الكلمات نتيجة الغلط فده حقي، حقي أنا أتحمله على مسؤوليتي الشخصية، لو كان عليها مسؤولية ده حقنا، لأن إحنا مش هنعيش تحت الاستعمار وتحت الاستعباد. حضرتك أنا شايف الخطر، شايف ده استعمار، وشوفوا اعملوا لنا حركة، اعملوا لنا حركة بأن ده استعمار ولا مش استعمار. لما الشعوب تقتل، لما ينصبون مع عصابات ومجرمين متخلفين يبقى ده استعمار ولا لا؟ لما يبرز لنا الثروات وتتاخد من ايدينا واحنا قاعدين جعانين وعريانين ومتهمشين يبقى ده استعمار ولا لا؟ لما ينتمي لدول ثانية والشعب قاعد جعان عريان مش لاقي شربة الماء يبقى ده استعمار ولا لا؟ سيدي ده عصابة استعمار ويجب على الشعب العراقي كله. احنا مش رجال دين، احنا ناس مدنيين، نعم متدربين على السلاح تدريب جيد، تدريب جيد جدا، لكن سلاحنا ما بنرفعوش الا على المستعمر. فندعو الشعب العراقي البطل على مسؤوليتي انا الشخصيه ان ياخذ ويتحد ويفك جميع الجماعات والتنظيمات المجرمه الارهابيه فورا، وشكرا. مصطفى السيد من مصر كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نعود إلى موضوع تحرير المختطفين من قبل وزير الداخلية مباشرة بعملية يوم أمس. خلونا نشوف الفيديو هذا وإحنا نتكلم. نعم، هذا رتل توجه البارحة الفجر من قبل وزارة الداخلية. طبعا وين راح وزارة الداخلية ما وضحت الأمر بالضبط أي مكان. رتل كبير راح وسمتها بعملية نوعية. احنا نشوف هاي عدد السيارات، يعني سيارات عسكرية وسيارات هاي التويوتا، نوع تويوتا لاند كروز. راحت الى مكان، نعم، وياهم وزير الداخلية ويا مراتب وسعد معن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية. ونشوف يعني صار استعراض، ما شفنا الجهة الثانية، العصابة الثانية وينها ما ندري. أكو نهر هنا خاتلين ورا النهر العصابة، ما أعرف. تم التصوير هذا، وبعدين دخل وزير الداخلية إلى غرفة وذول المختطفين سلم عليهم، وهم الناس طبعا من حالات روحهم، الناس هم يعني مستغربين من الموقف.
سلموا عليه، موضوع طبيعي. النقطة أنه وين العصابة؟ وين الناس اللي كان مختطفين ذولا؟ شو لا صارت لا مواجهة لا سمعنا صوت إطلاق نار، يعني كأنها مسرحية. المهم الحمد لله على سلامة المختطفين، الحمد لله على سلامتهم. وبعدين اتصل على أهاليتهم طبعا من خلال تلفوناتهم. إذا كانت وزارة الداخلية لديها هذه القدرة، فإحنا يوميا تصير عمليات اختطاف، ليش بس هذه العملية اشرف عليها مباشرة وزير الداخلية؟ ليش ما صارت عملية مثلا ذولا اللي تم اختطافهم في على طريق كركوك قبل مدة قصيرة طبعا من قبل مسلحي داعش، وتم مساومتهم لو تهدون معتقلين لو نقتلهم، ولم تتدخل في وقتها الحكومة بشكل فعلي أو وزارة الداخلية. وكثير من المختطفين وكثير من الحالات، ليش هذه الحالة وليش هذا التصوير؟ يعني حتى تثبت، يعني لماذا هذا التصوير عدد كبير من السيارات وعلى أساس انطلقت الفجر وراحت إلى مكان مجهول وبعدين دخلوا إلى غرفة، يعني كأنهم متفقين مع العصابة. وهذا ما تشير إليه مصادر بأنه تم التنسيق، مثل ما تم التنسيق بين رئيس الحكومة حيدر العبادي وبين من اختطف الصيادين القطريين قبل تقريبا سنتين، وراح حيدر العبادي وأطلق سراحهم في، يعني الصفقة عقدت في بيت في حي الحسين قرب المطار وما صارت لا مواجهة ولا شيء، وقبضوا الجماعة مليار دولار، وبعدين طلع حيدر العبادي قال لك أنه تم التحفظ على المليار دولار. هذه العملية تذكرنا بذيك العملية، الفرق أنه هاي بها مثل ما يقال بروبوغندا، بها يعني إخراج رتيل، وراح جنود يركضون بدون إطلاق نار، وبعدين فاتوا إلى الغرفة وطلعوا المعتقلين، وما شفنا لا العصابة اللي اختطفت ولا مواجهة عسكرية ولا شيء. كيف يتم تسير هذا الأمر؟ وتشير المصادر إلى أنه ميليشيا العصاب هي التي اختطفت هؤلاء الأشخاص الثلاثة. نقرأ رسائل واتساب، يقول السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين. أخي العزيز، كل هذا كذب في كذب، هذا وزير من ميليشيا بدر، وبدر في كتلة الفتح، وكلها تمثيليات حتى يعلون مشان هذه العامري، الله وكيلك. يقول إذا ممكن أخي الكريم تحيي الأخ الفاضل مصطفى من مصر نيابة عني، لأن حضرتك دائما لا تشكر على تضامنه معنا، لا أعرف حقيقة لماذا، بالعكس إحنا نشكره، ومتصل دائمي مصطفى السيد من مصر. نعم، رسالة طويلة لا نستطيع قراءتها صراحة. رسالة أخرى يقول السلام عليكم أخي عمر، العبادي هو شريك ويا الفاسدين، شلون راح يحاسب الفاسدين؟ هاي حكي العبادي كله كذب، يضحك بيه على الشعب العراقي وما يسجن ولا واحد. وشكرا، ما تحياتكم، أخوكم أبو عيسى، يقصد بي اللي تم إصدار مذكرات إلقاء قبض بحق وزراء سابقين ومدراء سابقين. شفنا ما حدث مع وزير الداخلية بهذا المقطع، إذا نقدر نعيده أخونا المخرج ونشوفه، نعيد المقطع ونشوفه. نعم، هذا الرتل اللي توجه وياهم سيارة إسعاف طبعا وسيارة عسكرية، رتل كبير. نعم، معنا اتصال ابو علي من الدجيل، تفضل ابو علي. استاذ تفضل. شلونك استاذ عمر؟ اهلا وسهلا بك. اخوي استاذ عمر، هذول اللي كانوا مختطفين عناد المحمود واللي نعم وعباس العراج نعم، الو، هذول هم اساسا صارت تدري انت صارت مثل المساومات مناقضه، يعني اكو قسم من عندهم اثرت عليهم في راي السلام، فصارت مناقضة وحلوا هاي الناس، يعني هاي الأساس اللي حلوهم ما حلوهم بتهديد، وإنما تدري اللي صار قتل تقريبا 9 كتلة و3 من العصايب، شوي تطورت الشغلة، يلا انجبروا على هذا الحال وحلوا ذولا. نعم، على أساس تدخل وزير الداخلية، تدخل مدري شنو، واللي طلعت على أساس العصايب مو ماخذتهم، هاي كلها كانت هي لعبة على المنطقة، اللي ما تصير المشكلة مع المنطقة، حتى سيطر العصايب على كل المنطقة في قضاء الدجيل. نعم، يعني أساسا هذا اللي هذا
من اللي صار. اللي اخذوهم هذول اللي اولا دول عندهم شويه روح وطنيه اخذوهم على هذا الاساس وحلوهم بين اللي سرايا السلام. اكو الاغلبيه بتجت تنقسم الى قسمين، قسم عصايب وقسم سرايا السلام. هي نفس عشيره خطر تنقسم قسمين، قسم سرايا السلام وقسم العصايب. نعم. ايه يعني هذه اللي هذه اللي جاي يصير. بس حاليا اكو اغتيالات مستمره ولحد هذا لحد البارحه يعني الاغتيالات بالليل. يعني اكو ناس ما لقينا الجثث. يعني حاتم كريم الجميلي هذا انخاذ وراح ما لقى، يعني لان ما تقدر سرايا السلام تفاوض وياهم ولا يقدر احد، لان ذكرنا هذا التبعيه فنيه، السني اللي يروح ماكو مفاوضات عليه. نعم. شيخ راعي فلاح ملاش هذا ما يرجع السني. شنو رايك بالتصوير اللي صار؟ لا مواجهه، لا لزمه واحد من افراد العصابه او الميليشيا او المختطفين. لا هذه المواجهه وهذه كلها كذي هم طلعوهم. هم شلون تقول حاطينهم بديهم؟ يعني هذا شغله فبركه صارت، يعني فبركه كل انكشفت لكل الناس. نعم. اي يعني كلها انكشفت بين سرايا السلام وبين العصابه. هاي صارت هيك بيناتهم. هي هاي اتفاقيات هذه اذا خلي يطلب واحد سني ولو احنا عيب نقول هذا الكلام ما يليق ان احنا ننزل في شي مستوى، بس يجبرونا ان نتلفظ هذا الكلام. يعني لازم تدخل بهذا، يعني الحقيقه لازم تحكيها. نعم. مال وزير الداخليه ويطلع العربي من هذه زي سوالفه سرايا السلام اللي دخلت بهاي العمليه واللي طلعت. نعم. انا اشكرك ابو علي. للأسف انتهى وقت البرنامج. أقرأ فقط هذه الرسالة من أبو حسام النعيم، يقول بالتأكيد المجرم قيس الخزعلي أخبر المجرم كما قال قاسم العرجي بمكان وجود المختطفين، وقام المجرم العميل قاسم العرجي بتحرير المختطفين بعملية جدا نوعية كما يقول. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.